طب ايه ده؟ ليه كده؟ ما احنا كنا ماشيين كويس، ليه اتعمل كده؟ ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد، او ممكن نقول تكملة لفيديو كان قبل كده، اللي هو كان فك البلاي ستيشن 5 وشفنا ايه الاجزاء الداخلية من جوه. بس كان في تساؤل واحساس ان في مشكلة هتبقى قدام، زي ما احنا شايفين في الصورة ان هم عاملين لحمين الاس اس دي على المذر بورد، يعني مش في يعني مش سايبين فرصة للمستخدم انه مثلا يشيل الاس اس دي يركب اس اس دي تاني، تمام، اللي هو مخلينه بيلت ان في الجهاز بس. واللي احنا عارفينه ان الاس اس دي عمره الافتراضي اقل بكتير من الهاردات، اللي هي الهارد ديسكات اللي احنا متعودين عليها، اللي هي الميكانيكال اللي هي بالمواتير والكلام ده كله. العمر الافتراضي تقريبا بتاع الاس اس دي من رينج 4 سنين ل5 سنين على حسب الاستخدام. يعني ممكن لو واحد مسك البلاي ستيشن 5 ما يوميا ما ومدة طويلة ما امشي من عليه، ممكن يوصل من ممكن 2 لـ3 سنين، وبعد كده الاس اس دي طبيعي لازم يبوظ. طيب في الحالة دي المستخدم الجهاز هيعمل ايه؟ هل هيروح فاكك لحد المذر بورد ويفك اللحامات ويركب اس اس ديات جديدة؟ لا طبعا. فدي نقطة مش عارف ليه سوني عملتها، ليه ما خلتش زي الأجهزة القديمة يبقى في تركب اس اس دي من بره، تمام، ولو حصل له مشكلة بتشيله وبتركب واحد جديد بقى سهل. ليه ما لازم اروح داخل جوه الجهاز كده وبالطريقة دي؟ وهو مشاكل الاس اس دي لما بيبتدي يبوظ كتير، فصراحة مش عارف ليه. يعني ايه الحكمة في ان هو يبقى ملحوم في المذر بورد ومش سايبين فرصة للمستخدم الجهاز الحرية ان هو يشيل الاس اس دي في حالة ان هو لو باظ؟ انا عارف ان هما عاملين حتة اللي هي ممكن نركب فيها ال NVMe، تمام، عشان لو عايز تعمل اكسبانشن او لو عايز تزود الاستورج بتاعك. بس برضو ليه اللي هي حتة اللحامات الاولانية اللي انت اوريدي يعني دافع ثمنها واوريدي غالية، فانت يعني اوريدي حاجة هتبوظ. يعني هل اللي يشتري البلاي ستيشن 5 لازم بقى يروح عامل كوست زيادة وتمن زيادة لل NVMe ويعتمد عليه عشان ال اس اس دي اللي هو الملحوم جوه لو في حالة انه باظ يكون عامل باك اب وكده؟ لا انا مش فاهم القرار ده اتعمل على اي اساس، واحب اسمع في الكومنتات بتاعتكم ايه ارائكم ناحية النقطة دي. وسلام.